إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. مقرنين مصفدين قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال دعوا هنالك ثبورا أي دعوا على أنفسهم بالهلكة كما يقول القائل وهلكا. والمعنى إذا ألقي أهل النار في مكان شديد الضيق من جهنم وقد قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم دعوا على أنفسهم بالهلاك للخلاص منها فيقال لهم تيئيسا لا تدعوا اليوم بالهلاك مرة واحدة بل مرات كثيرة فلن يزيدكم ذلك إلا غما فلا خلاص لكم. نعوذ بالله من عذاب الله.